ازاي نقدر نحضر الاوتيل بتاعنا الحصول على الشهاده. الموضوع ده يعني طويل شويه. الاولى علشان تقعد الانترنس لازم يكون في حاجات كاست بتاعنا من اول ما بينزل من عربيه. من ضمن اشتراطات مفيش بروتكشن على الفرنت داسك. الجيم لازم يكون في مكنه بخار. المطاعم لازم طبعا. الاختيار الثاني والفنادق اللي هيصلح فيها لازم يكون في فلور مارك مكان الكورنتين. اتكلم دلوقتي على الموضوع الجميل الا هو موضوع الهاوس كيبنج والبوزيترالي الستاف فاسيلتيز تي ام بيبعت لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طارق المنشاوي. النهاردة بنتكلم عن إعادة فتح الأوتيلات والحصول على الشهادة الخاصة بالسلامة الصحية. بص هو الموضوع ده يعني طويل شوية ولكن أنا هحاول بقدر الإمكان أختصر على قد ما أقدر قدر الإمكان إن أنا أدي المعلومة اللي تفيد حضراتكم. الإجراءات الأولى علشان تأبلاي للموضوع ده، أولا أنت لازم تتعاقد مع شركة من الشركات اللي كان معلن عنها في المنشور رقم 38. الشركة بالتالي بعد كده بتبعت لك اونلاين سيلف اسسمنت علشان تبدا ان انت تملاه. وهو ده الفيديو بتاعنا ان شاء الله اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، ازاي نقدر نحضر الاوتيل بتاعنا. خلينا ناخد تور كده سريع عن اللي حصل وهناخدها من اول المين جيت. السكيورتي جاردز اللي موجودين المفروض ان هو ما يحصلش تلامس تماما ما بينهم وبين الجاست بتاعنا. في بعض الاجراءات ان احنا بناخد مثلا الرخصه، بناخد صوره الرخصه، لازم تكون واخد السوشيال ديستنس المناسبه. الراجل اللي راكب العربيه بيحط الرخصه بتاعته على التراي. الراجل السكيورتي جارد لازم يصورها بالموبايل بتاعه ويرجعها له تاني في التراي اللي هو بتسمح للعربيه ان هي تخش للهوت الانترنس. الهوت الانترنس لازم يكون فيه حاجات معينه. رقم واحد لازم يكون حد مختص بالسانيتيشن، لازم يكون فيه تراش بان موجود علشان العميل وهو داخل بيتعرض عليه اذا كان يحب يغير الماسك بتاعه اللي هو لابسه. فلو هيغيره لازم يرميه في التراش باندا. التراش باندا لازم يكون فيه كيس بكالر كود انتوا هتختاروه في الاوتيل بتاعكو، ان دي التراش بان بالكالر ده لازم هيعامل معاملة النفايات الطبية كده. لازم يكون فيه تراي، لازم يكون فيه داسك موجود عليه الماسك، ولازم يكون موجود عليه الجلافز. طبعا بيفضل وبيشدد ان اللوبي اريا لازم الناس تبقى لابسه الماسك. فلو هناخد الجاست بتاعنا من اول ما بينزل من عربيته او من الاوتوبيس بتاعه بينزل الشنط، لازم تتعامل للشنط ديس انفكشن، وبعدين لازم يعدي على المات. المات لازم برضو تترش بالكلور. تالت حاجة لازم يروح على السانيتايزر ديسبنسر. كمان لازم يتاخد درجة حرارة، فلازم توفر ترمومتر مع الشخص اللي هيبقى مسؤول عن الكلام ده، ولازم يكون في لوك بوك موجود، ولازم يسجل كل درجات الحرارة بتاعت كل الجاست اللي داخل الأوتيل. وبعد كده طبعا بيخش على منطقة اللوبي بعد السكيورتي جيت، وطبعا بناخد إجراءاتنا بتاع السكيورتي العادية جدا وبيخش على اللوبي. من ضمن اشتراطات اللوبي، أولا كل الفرنيتشر اللي موجودة لازم تكون متوزعة بالسوشيال ديستانس اللي مطلوبة، ان هي لازم يكون في 2 متر ما بين كل مكان ومكان. ويفضل ان انت تحط ساين على كل ترابيزه او كل سيتنج سات ان يكون بتقول ان يا جماعه حافظوا على السوشيال ديستانس ما بينكم وبين بعض. لازم يكون في فلور مارك موجوده. الفلور مارك دي بتحدد الناس تقف فين بالظبط لو هو في ويتنج. والفلور مارك دي لازم تكون الديستانس اللي ما بين كل واحده والتانيه تكون 2 متر. فالناس لازم تبقى واقفة ملتزمة بالفلور مارك بتاعتنا. وفي داسك تاني قدام الداسك بتاع الفرنت اوفيس. لو مفيش، لو الداسك معلهوش بروتكشن شيلد بلكسي جلاس او ازاز او whatever اللي حضرتك هتختاروه، لو مفيش ده لازم يكون مسافة ما بين الريسبشنست من داخل الكاونتر والجاست اللي واقف بره الكاونتر لا يقل عن مترين عشان يعني to keep the distance. ويبقى على الديسك اللي احنا بنتكلم عليه ده اقلام احاديه الاستخدام والار سي لو انت هتحط الار سي على الديسك، بلس ان يكون في الجلافز والماسك. في تراش بان برده بالكالر كود البلاستيك باج اللي احنا بنتكلم عليها، ولازم يكون في سانيتايزر موجود برده في الداخل. والانترنس بتاع اللوبي نفسه لازم يكون عليه سانيتايزر. لو ما فيش بروتكشن على الفرنت داسك لازم يكون الريسبشنست الواقف لازم يكون لابس الفيس شيلد بتاعته، ولازم يكون لابس الماسك، ولازم يكون لابس الجلافز. كمان لازم واحد من الهاوس كيبنج يكون متواجد بصفه مستمره في اللوبي وشغلته ان هو بيعمل سانيتيشن للمكان بالكامل. هاوس مان لازم يتحرك على طول ويروح ياخد كل نقاط التلامس اللي هي زي ايادي الكراسي او الظهور بتاعت الكراسي او الكلام ده، لازم يستخدم على طول السانيتايزر
ويطهرها، بلس ان لازم يكون في مكنه بخار موجوده علشان تتعامل مع الفرنتشر اللي موجوده، سبيشالي مع لازم يكون عندك في البابليك تواليتس او في اللوبي تواليتس اللي موجود لازم نحافظ على السوشيال ديستنس، بمعنى ان احنا لو عندنا مثلا ثلاث احواض والمسافات ما بينهم مش جايبه الا 2 متر فلازم نقفل واحد اللي في النص مثلا. طبعا لازم يكون في سانيتايزر قبل دخول التواليت وداخل التواليت، ويفضل طبعا ان انت كل السوب ديسبنسر اللي موجوده في التواليت يكون عليه يكون فيها ساين لازم يغسلوا ايديهم لمده من 20 ل 30 ثانيه. بعد كده نتحرك على المناطق الخارجيه. الدراسات بتقول ان هو لازم يكون ما بين كل سنجل سنباد يكون 2 متر، ولازم البيتش او البول تاولز تكون متقدمه في الغرف، فما فيش بعد كده على البيتش او على البول في اي تاول سيرفيس موجوده. كمان لازم يكون الشاور اريا اللي موجوده على البيتش وعلى البول كلها مقفوله، زائد كمان الفود شاور ده لازم كمان يلغى وما يبقاش موجود. التشنجينج روم لازم كمان تلغى وتبقى مقفوله بصفه مستمره. بيتش بويز والبول بويز لازم يكون معاهم ورقة بتاعة التاتش بوينت، بمعنى ان كل ساعة تقريبا من اول الاوبننج لحد الكلوزنج لازم كل ساعة حتى لو ما استخدمش السان بادز او الترابيزة او الطفاية اللي موجودة لازم يروح يعمل لهم سانيتيشن. طيب لو في جاست اوريدي بيستخدمهم يبقى لازم اول ما الجاست يتحرك لتساي هيروح على البار هيروح هيتغدى ويرجع تاني لازم يحصل عملية الديس انفكشن. مش بس كده، لازم تقريبا كل 10 متر يكون في هاند سانيتايزر ديسبنسر، ويكون لازم كمان في كل انترنس من الانترنسز بتاعه البول او البيتش لازم يكون في تراش بان موجوده بالكيس بتاعها بالكلر كود اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، ونفس موضوع البابليك تاولت لازم يكون مطبق على البول او البيتش تاولت. طيب الجيم السبا لازم تكون مقفوله، الاريا بس بتاعه الجيم لازم تكون مفتوحه. ما بين كل اكويبمنت وتانية لازم يكون في السوشيال ديستانس متحافظ عليها اللي هي المينيمم بتاعنا يكون 2 متر. كمان لازم كل مرة يخش فيها عميل لازم تتاخد درجة حرارته ويكون في دفتر موجود او ليست موجودة عند الراجل بتاع الجام اتندن، لازم يكون بياخد درجة الحرارة وبيسجلها لكل كاستمر يخش عنده. كمان ما ينفعش الكراود في الجام روم، بمعنى ان انت لو عندك 5-6 معدات 7 معدات على حسب السايز بتاع المكان بتاعك يبقى هم دول بس اللي بيدخلوا، محدش ينتظر قدام الجام. كمان في الجام لازم برضو التشيك ليست بتاع التاتش بوينت لازم تتعمل، وزي ما قلنا اللي هي من الاوبننج لحد الكلوزنج لازم تكون كل ساعه او بعد استخدام كل عميل